توقيع البروتوكول لتنظيم المؤتمر لدعم مصر لتنظيمه في القاهرة. المقرر انعقاده إن شاء الله من 13 ل 20 سبتمبر القادم بإذن الله. الميعاد دوت ليه علامات كتير فعلا هتكون الحمد لله احنا في تناقص دلوقتي. المفروض ان احنا نعمل تعيد امبارح ان احنا نبقى فيه في التلفزيون على القنوات كلها دوبو يتكتب ناقص قد ايه من العرس الديمقراطي اللي هتشهده مصر باذن الله بعد الانتخابات الرئاسيه القادمه. هيكون ان شاء الله باذن الله الوطن بتاعنا تعافت، مصر تعافت، كلنا مرينا بظروف قاسيه، مرحله التحول مش مرحله سهله ما نقدرش نستهين بيها، لكن الديمقراطيه ما بتولدش بسهوله. ميلاد صعب، ميلاد متعسر، لكن في النهايه بنفرح لما بنلاقي نتيجه ايجابيه ونتمتع بيها كلنا. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان احنا نخلي المؤتمر القادم ياخد خسارته الجميله. هيكون اول مؤتمر يعقد في مصر بعد ثورتين انبياء الشعب المصري. شكرا.